حرامية يا بنت الكلب يا واطية يا حرامية. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا ست هانم. سرقتي انسرقتيني يا بنت؟ ايوه ايوه سرقتك يا ست هانم، سرقتك. بنت الكلب طلعت ما عندهاش دين ولا عندها قصر، وانا طلعتها من شويه. انت طلعت ليه؟ ايوه من زمان. ايه ده؟ انت اللي سرقت الحاجات دي؟ انت اللي سرقتيها؟ لا يا بيه والمصحف. وكمان هتحلفي هتبقي حراميه وكدابه، والله العظيم ربنا هيسقطك قرد. لا يا بيه انت تعرف انا بس انا مش عايز اسمع صوتك، انا مش عايزك في حياتي اصلا. خلاص صرف حياته وهجرك منك ومن امثالك. يا بيه انت تعرف اطلعي بره، يا بيه اطلعي بره يا بنت الكلب يا حراميه. يلا يا حراميه بتبوظي اسمي بتسوي صورتي قدام الناس النظيفه. اطلعي بره اطلعي ما شفتش تاني يا سينا. أنا آسف يا باشا، أنا آسف بس كان لازم أعمل كده عشان أثبت لك إن أنا راجل وملك إشارة من صباعك. أنا مبسوط منك أوي يا صوفة. وأنا كمان يا باشا مبسوط منك والله، عشان كده عايز منك طلب صغير. إيه هو؟ نفسي أنط نطة جامدة أسيب بيها الواقع الأليم اللي أنا عايش فيه ده. بس يلا. ماشي ماشي ماشي. خلي بالك أنت بس من البيت، أنا مسافر مصر بكرة إن شاء الله. مسافر مصر يا باشا؟ القاهرة. القاهرة ولا مصر يا باشا؟ القاهرة. أنا بحب مصر دي قوي يا باشا، أنا من وأنا صغنن هموت وأروح مصر، أمنية حياتي أزور الأولياء الله الصالحين. إيه؟ أمنية حياتي أزور أولياء الله الصالحين، بحبهم قوي يا باشا، ونفسي أروح كده وأدعي لك دعوة حلوة، وبالمرة أنزل الوكالة أشتري طقمين حلوين. وأنت معاك فلوس؟ يا باشا، حد يبقى معاه أبوه ويتكلم في فلوس، ده أنت أبو الفلوس يا بابا. بابا؟ قلبي هيقف. وحاجة مهمة قوي يعني اللي تخليكي تيجي دلوقتي وما تستنيش لبكرة الصبح؟ ما أنا لازم أبقى الصبح تحت إيد الهانم وقدام عينيها تتحكم فيا زي ما هي عايزة. مش أنت اللي مشيتي وراها؟ مش أنت اللي جريتي عشان تخلصي مصالحها؟ اشربي بقى. كنت فاكرة إن أنا وهي هنبقى واحد، بس هي أخدت وش القفص وسابتني أخبط دماغي في الحيط. طيب وعايزة مني إيه؟ نتفق. نتفق على إيه؟ هوا يكوني فاكرة ان انا ممكن اتفق معاكي انتي على بنت خالي؟ تبقي مجنونة. اولا نادية اتظلمت كتير قوي ودخلت السجن وربنا نجاها في اخر لحظة من حكم الاعدام. طب خلي بالك بقى عشان هي حكمت عليكم كلكم بالاعدام. كلنا مين؟ انتي وامك واخواتك. وهي تقدر تعمل حاجة؟ تقدر تعمل كتير. باللي متجوزة تقدر تعمل، تقدر تقلب البلد كلها عليكم. انتي نسيتي لما جابتك تبقى ستيفك زي الخدمات عندها؟ بصي انا بس عايزه حته لقمه صغيره ابتدي بيها حياتي، ما تخلينيش احتاج لحد. وانتي بسم الله ما شاء الله بقى عندك ملايين، اخد انا بقى حته. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيدي كتير. هتاخدي ميراث ناديه في عبك، يعني يبقى بدل عندك الخير خيرين، اخد انا بقى خير من الخيرين دول. طب قولي لي هنعمل ايه؟ بسيطه، مهدي موت وسمه ان يمد ايده لحد ويخونه. تمنها غالي قوي عنده، تمنها رقبه اللي حبه وسلم له دقنه، وهي المؤاخذه كده كده في سجل الحكومه الله يرحمها ويحسن اليه، ولا ايه؟ ما قلت ليش يا ريتال ناويه تعملي ايه بعد ما الندل ده طلقك؟ مش هسيبه. حسن في حاجه متغيره يا كريم. زي ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه. ده كاني كان جواه شيطان وخرج. مش ده حسن اللي كنت اقول له كلمتين يتاثر بيهم ويجي بسرعه؟ حسن حاطط حاجه في دماغه احنا مش عارفينها. ولا هيقدر يعمل اي حاجه. عارفه ليه؟ عشان مروان مستحيل يرجع في كلامه وفي رايه. لو رجع هيقول للناس انا حرامي وسرقت اخويا، عشان كده ما يقدرش يعمل اي حاجه. طب انا عايزه ابني من عند جبريه يا كريم، مش عايزه اسيبه مع مفيده وشمس. ما تقلقيش انا هجيبهولك. وانت فاكره ان جبريه هتسيبه؟ انت عبيطه يا بنت، دي هتسيبه بمنتهى السهوله. عارفه ليه؟ عشان تقولك بصي مش اتجوزتي حسن وجبتي منه الواد؟ اه رماكي رميه الكلاب اهو. وعشان كمان تقطع رجلك من البيت ما تعمليش حجتك الواد ولا حسن. عرفتي بقى هتسيبهولنا بسرعه ليه؟ اعمل ايه يا كريمه؟ انا هتجنن بعد كل ده اطلع كده هادي من غير اي حاجه؟ معلش هانت يا حبيبتي هانت.
اهلا اهلا ست جابريه، اتفضلي. معلش تلاتك يا اختي. انت فعلا قضيتيني خير. هاجل حيشتني مني. انا عرفت باللي حصل، ان شاء الله يرجع بالسلامة. لو كان الواد لسه في البلد كان بان. ده حسن ما خلاش بيت ما دورش فيه. لا، اللي خطفه عرف ان احنا لا هنسكت ولا نهدى الا ما نلاقيه وطلع بيه من البلد. طب اتفضلي ادخلي ادخلي. بس انا مش عارفه اقول لك ايه، بس تصدقي والله الناس ظلماكي. الناس متخيله ان انت فرحانه ان ابن مفيدة اتخطف. لا قصدك قصدك ولد حسن. هندناش شيلت السما باسامي الحريم غير بس بنات كريمه. بقول لك يا ست، عايزه منك خدمه. أموري. تقولي للباشا محرم اخوكي، يعني هو معرفه كتير وناسه كتير يدوروا معانا على ولد حسن. حسن حيموت على ولده لو ما لقاهوش، حيولع في البلد كلها وفي كل الناس، واول ناس حيولع فيهم اهل البيت الكبير. يرضيك يا ست؟ اكيد لا. اطمني يا طبري، ده حصل؟ محرم بيه ده تحس ان هو من الاكابر بتوع زمان. باشا يعني. كلامك صح، انما ما قلتليش يا البت مراتك فعلا طلعت حراميه؟ مراتي مين؟ انا مش متجوز اصلا. مش متجوز؟ امال سينا دي تبقى مين؟ مش مراتك برضو؟ ما تجيب من الاخر وتقول عايز ايه. لا انا ما بحبش الاسلوب ده، انا عايزك تاخد وتدي معايا كده في الكلام. بص انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. البلد عندنا هنا اوضه وصاله، اي حاجه تحصل فيها تاني يوم تبقى سيره كل الناس. وبعدين ما قلت لك ما بحبش الاسلوب ده، خد ودي معايا كده في الكلام زي ما بقول لك. باشا ما تشد الحبل وتجيب اخره. يا سلام، هو انا هيجيني اعز منك عشان اشد الحبل واجيب اخره؟ شوف يا برنس، انا بحب ابقى فاهم كل حاجه، انا ما بحبش ابقى طرطور. مش مهم ابقى نمره واحد، المهم ابقى فاهم. طب وانت عايز تفهم مني ايه وانا فاهمهولك؟ دماغك، دماغك فيها ايه؟ اسمع مني، اسمع مني وانا هساعدك. ده انا محروس، انت ما تسمعش عني ولا ايه؟ لا اسمع عنك كويس قوي وعارف عنك كل حاجه يا محروس. حسن صعبان عليا قوي فعلا يا اخي. الواحد لما ابنه بيروح منه بيبقى يتجنن. ربنا يكون في عونه. عمال افكر مين في البلد ممكن يبقى له مصلحه في حاجه زي كده؟ مين له مصلحه ان الواد ده يختفي او يروح؟ انت سيدي اللي عارفين، عيله عبد الحكيم كلها مشاكل وحوارات. وبعدين انا سمعت شويه مطوره نسوان كده بيقولوا ان فوزيه مراتك حامل في الرابع. انت عارف كل ما عدد العيال خف كل ده ما بقى في الصالح العام. ايه؟ ايه؟ الله العظيم ثلاثة. يجيني نوم إلا لما يرجع. استغفر الله العظيم. طب بقول لك يا حبيبي، روح شوف مرتك، اقعد جارها، وسيها، طمنها. قوم يا حبيبي. ايه ما سمعنيش؟ مش عايز اشوف حد. عارفه والله، بس معلش هي ام الواد قلبها مجهور عليه. ده انا غالي حبيبي. قوم 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 طمنها بكلمتين. ما قلتش عارف انت بتحبيها ولا بتكرهيها يا امه. بكرهش حد انا يا حسن، الا اللي يكرهني او يكره عيالي. هروح اجيب لك لقمه تاكلها.
أنا عايزة ولدي. والله ما ههدى ولا يغمض لي جفني إلا لما رجع. عبد الحكيم ملوش دعوة باللي بيحصل بينكم. تموتوا بعض، تاكلوا بعض، الواد ملوش صالح. ما تخافيش. لا خايفة. من ساعة ما شفتك وعرفتك وأنا خايفة يا حسن. أنت ما تطمنش أي حد يعيش معك. إيه اللي مقعدك هنا؟ انزل دور عليه. شوفوا فين؟ هد الدنيا. اقلب عليها وطيها. ما تقعدش كده. ولا عشان والدي مفيدة. مش ساكت يا مفيدة. وعبد الحكيم ده ولدي. حتة مني. وانت مش حاسة بالوجع اللي في قلبي. وانا النار اللي في قلبي ما حدش حاسس بيها. يا عبد الحكيم! يا ولدي! يا ولدي! انت فين يا عبد الحكيم؟ شوف انا لو طول اشيل بيوت البلد كلها طوبه طوبه عشان اعرف الواد ده راح فين هعمل كده. طب مع السلامه. انت شفت اللي حصل يا مروان؟ خير. ايه تاني؟ حسن اخوك طلق ريتيل. كنت فين لما الواد اتخطف؟ ايه قصدك؟ ايه؟ ما قصديش، انا بسال بس. لا ما بتسالش، عينك بتتهمني. لو ده اللي في دماغك يبقى انت جننت يا مروان. انا بسال كنت فين. كنت فين؟ مش فاكره يا اخويا، وانا عقلي دفتر. وبعدين هو انا بخرج من البيت؟ انا لو خرجت يا حبيبي بروح المدافن، يا اما ازور ابوك يا اما ازور عمك. ده انا غلبانه. انا كريمه ام زينب مراتك، وهبقى جدة ابنك. انا كريمه اللي لا بتهش ولا بتنش، قاعده في البيت هنا ما بفتحش بقي ولا بقول تلت التلاته كام. ما تزعليش، حاجك عليا. لا يا مروان، قبل ما تتهمني اتهام زي ده كان لازم تفكر 100 مرة. وعلى قد حبي ليك على قد زعلي منك. انت كنت بتتكلمي ان حسن طلق ريتيل وخد الواد الصغير معاه، وريتيل هتموت روحها من العياط. انا خايفة عليها قوي. ريتيل؟ ايوه يا مروان. وعايزه حسن يرجعها. انا لو قلت لحسن كده هيصمم. انسي اللي بيني وبين حسن دلوقتي سد كبير عمره ما هيتكسر. معقوله؟ بعد كل اللي انت عامله عشانه ده انت ناطر رجالتك في البلد كلها بيدوروا في بيت بيت وخن خن. لا لا مش معقول، ده انت عامل كل ده عشان خاطره. لا خاطره ولا خاطرك، ما عادش في خواطر لحد من العيلة دي تاني. استر يا رب. نورتنا. ده نورك يا هانم. ان شاء الله يكون البيت عجبك. الحقيقة ذوقه حلو قوي. دقيقة واحدة ومهدي هيكون معاك، هو بس معاه تليفون. كفاية ان انا اتشرفت بسعادتك. ان شاء الله تكون الامور هادية. أنا عارفة إن مسؤولياتك كبيرة، والبلاد اللي زي دي مشاكلها كتير بالذات في الصعيد. آه واضح من سعادتك كده يعني من لكنتك إن سعادتك برضو من الصعيد. أيوة أنا اتولدت في الصعيد بس عشت عمري كله برا. زي أنا قعدت في ألمانيا سنين طويلة قوي. أنت بقى كنت فين تقريبا؟ بس أنا سمعت إن حضرتك عندك مشاكل كبيرة جوي في البلد، الكلام ده صح؟ صح. هي مشكلة الواد اللي اتخطف ده. تالي مهدي بيكلمك عنه مش كده؟ ايوه كلمني عنه وعارفاه. مش اللي اتخطف ده يبقى ولد اخو مروان؟ اه مظبوط. وعرفوا مين اللي خطف؟ للاسف لا. ما احنا فتشنا البلد بيت بيت وشارع شارع. الظهر اللي خطفه طلعه بره البلد وبسرعه. ليه؟ مش قادر افهم. اسف على التاخير يا محرم. ما فيش حاجه. عموما انت كده كده مش هتمشي غير لما تتغدى معايا. اه طبعا ده اكيد. خليكي قاعده، احنا مش هنقول حاجه سر. ما تستغربش قوي كده، انا ما بخبيش عنها حاجه ابدا.
أنا عايز الشحنة اللي جاية لوحدي، مش عايز أي شريك. من أنا يا بحر، بس الكلام هيبقى واضح عشان ما نختلفش بعد كده. الدفع كاش. ماشي كاش. انت كده بتفاجئني. عموما انا مش هسألك انت جبت الفلوس منين. الغدا جاهز يا مهدي. تمام، اتفضل يا بحر. شكرا. يلا يا ليلى. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. اتفضل يا بهار. بس انا الحقيقه مبسوط منك قوي باللي انت عملته، خلاك ملكه البلد بيد من حديد. اتفضل. هو انت كنت شاكك في كده؟ يعني بس الحقيقه اصله مروان كان عالي عليك حبتين. مروان بيحب وينزل على الفاضي. حسب ما سمعت من مهدي يعني. مروان ده اصله دايما يجيب ورا لما يحس انه هيخسر يعني. ها شكرا. ممكن شوية سلطة لو سمحت. طبعا. ان شاء الله الاكل يعجب. ان شاء الله. قطعي له فراخ بقى. استنى عليا، استنى عليا. شكراً. ريتال، ما بتسأليش عليا، قلت أسأل أنا. ادخلي ادخلي. أنا كنت هكلمك. قاعدة أنت هنا عمالة تخططي وترسمي وتنفذي ولا همك اللي بيحصل؟ مش فاهمة يعني عايزاني أعمل إيه؟ عرفتي إن ابن المفيد اتخطف؟ إيه؟ زعلانة عليه؟ زعلانة عليه؟ ما في 60 داهية. يا ريت يا شيخة كانت أمه معاكم نخلصنا. طب ما أنتِ زي ما أنتِ أهو، ما حصلكيش أي حاجة يعني. بقول لك إيه؟ أنا عايزة أجي أقعد معاكي هنا. تنوري. بس خلي بالك بقى إن مروان ناوي يرميني بره البيت، حسب ما قال يعني. وانتي هتسيبيه؟ لا طبعا، ده بيتي ومش هخرج منه. نفسي اعرف عملتي كل الحكايه دي ازاي؟ انت فاكراني عبيطه زيك؟ انا كل حاجه بعملها بالورقه والقلم، بالقانون. وزي ما هو خد كل حاجه مننا بالقانون، انا هاخد مني عينه بالقانون. انت كده هتخليني اجيب الكتب واقعد اذاكر من الاول وجديد. اصل انا احب اخد حقي من غير ما اخسر. طب ما تشوفي لي حل كده تخلي حسن يلف حوالين نفسه وتخليه مش عارف راسه من رجليه. كان من الاول انت ضيعتي نفسك. عندك حق، كنت فاكره نفسي اذكى اخواتي، طلعت هبله. بقول لك ايه، قومي شوفي لي اي حاجه كلها على احسن. جعانه قوي. عايزه تاكلي ايه قولي لي؟ يعني هترفعي سماعه التليفون وتطلبي لنا اللي احنا عايزينه؟ اي حاجه في التلاجة يا شهد. مين؟ وانا مش عرفني انا. ازيك يا شاهد؟ ريتال، ازيك يا ريتال؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله. احنا لسه كنا بنتكلم على جدع، تتجدى معانا؟ لا ماليش نفس، بس يا ريت فنجان قهوه من ايديك. من عينيا. كان لازم تتصل بيا قبل ما تيجي. اعمل ايه؟ وحشتيني، قلت اجي اشوفك. احنا هنلخبط بقى ولا ايه؟ معلش، انت عارفه لو انت مخك دقلان شويه انا مستعد اجيب الدنيا دي كلها تحت رجليكي. وانا ما احبش الدنيا اللي تيجي تحت رجليا، اصل بصراحه كده ما احبش الدنيا الرخيصه. احب انا كده، احب الحريم اللي مخها عالي قوي قوي، احبه. انا مش حريم واختار الفاظك. معلش، بس انا مبسوط شويه. ليه خير؟ أنا جاي أتم الموضوع اللي بيني وبينك، اللي ليك تاخديه واللي ليا أخده. طب هنعمل إيه في مروان؟ يشرب من البحر. دي خايفة من إيه؟
كل شيء مترتب ومظبوط. مين دي؟ دي نادية بنت خالي الله يرحمها. الله يرحمها؟ هي ماتت؟ آه ماتت، بس دي لسه صغيرة. ما هو الموت كده، ما بياخدش غير الحلو اللي فينا. آه أنا عملت لسعادتك القهوة، بس أنا يعني نسيت أسألك تشربها إيه، بس يعني خمنت وعملتها مظبوطة ولا إيه؟ وأنا بشربها مظبوط. اتفضل. بس دي سكر زيادة. زيادة أوي، زيادة أوي يا شاهد. بس هشربها. بطلت أنت تروح عند الماما عم مصوف. إيه ما وحشكش ولا إيه؟ أنت مالك عايز إيه؟ مش القصد يعني، رجلك كانت رايحة جاية على المقام، ما كنتش بتوني. دلوقتي سبحان الله ما عدتش بتعتبه اصلا. انت شفت حاجه ضايقتك هناك ولا ايه؟ انا مش فاهم تقصد ايه والله. لا بقول لك ايه، هتبدا معايا استهبال ولا ايه؟ انا برضو اللي بستهبل. حاجه غريبه. السلام عليكم. هات شاي يا عم. انت عارف ان انا لو رحت لمروان ولا حسن وقلت لهم ان انا شفتك عند المقام ليلتها، وان انا بشك يعني مجرد شك انك ليك علاقه بخطف الواد، انت عارف هيحصل فيك ايه؟ وادي اللي انا خطفته. انت مجنون يا عم انت. لانك داني لسه ما شفتوش، بس لو عايزني اوريه لك يا باشا من العين دي قبل العين دي. سلام. استنى اقعد اقعد. اوعى تفتكر ان انا بقول لك اقعد عشان خايف منك ولا حاجه، ولا اصلا ليه علاقه بالموضوع اللي انت بتقول فيه ده. الحكايه وما فيها اني شايف ان البلد ولع اليومين دول، ومش ناقصه كلمتين منك فتولع اكتر. عين العقل يا اخويا والله عين العقل. وفي حاجه كمان، وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي وغلاوتك عندي، انا ماليش دعوه بموضوع الواد ده خالص. صادق ومن غير ما تحلف. باين عليك واد جدع. اه لا، من ناحيه الجدعانه بقى عم صوفة، فانا ندل وندل جدا كمان. واسال عليا اهل البلد، ده مش سر على فكره. بص يا صوفة اقول لك كلمتين بس. الجدعانه دي يا حبيبي حاجه بايخه قوي، خليك تفكر في ناس وحاجات وتعمل لك صداع ملوش اي تلاته لازمه. انما بقى الندله، سلام على الندله، دماغك فاضيه ورايقه، برنس يولعوا كلهم، ملك زمانك. طلباتك نتفق على ايه؟ حلو قوي الكلام ده، سيبني بقى اللعبه في دماغي كده وهبقى اكلمك. سلام يا عسل. الو، ايوه يا ست كريمة، انا لازم اقابلك دلوقتي حالا، ضروري ضروري. انا مش قادر افهم ايه اللي لم مهدي على نادية ويتجوزها ويقعد عنده في البيت. ايه اللي في دماغه؟ ايه مالك ما بترضيش عليها ليه؟ كان عامل فيها روميو ليه؟ يا سلام، هو ده اللي همك؟ ايوه طبعا هو ده اللي هممني. مش قادر افهم بجد، لما هو في دماغه ناديه بيلف ويدور عليا ليه؟ بقول لك ايه؟ مروان لازم يعرف، لازم يعرف ان ناديه عايشه واتجوزت مهدي، ساعتها هيقلب الدنيا على مهدي. ما تنساش ان الزفته دي هي اللي قتلت ابوه. احنا قلقانين من ايه؟ مهدي معانا، والناديه دي ورقه كسبانه في ايدنا. كسبانه ازاي بقى ان شاء الله؟ اكيد بتدبر حاجه لمروان، ما هي يمكن تنسى ابدا اللي عملوا فيها. هي شهد اخبارها ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجه. مش ده اللي انا اقصده خالص. اللي انا اقصده لما قعدت معاها انت حسيت ايه؟ مش فارقه معاها. انا لازم اقعد مع شهد، لازم اعرف بتفكر ازاي من ناحيه ناديه. كل اللي بتفكر فيه تاخد فلوس فريده وورث ناديه. لا، البت دي في دماغها حاجه تانيه، وانا لازم اعرفها وهعرفها. اسمع اللي بقول لك عليه. محرم مش سهل يا اما. ولا احنا كمان سهلين، خبر ايه؟ انت مستجل بروحك ليه؟ انا كل اللي شاغل بالي ده اللي وجهه ولدي وبس. معلوم.
ما هو اللي خد الواد عاوزك ما تنامش الليل تلف حوالين روحك عشان تنسى ان عندك طريق لازم تجيب اخره. كلام الناس بيقول مروان. لا مش مروان، اخوك ما يعملش كده. ده ولدي وانا عارفاه وعارف يعمل ايه وما يعملش ايه، بس كريمه خفي اسمها من الدنيا كلها. رمت زينب في سكته، عشقها وقلبه مال، لكن اخوك مش طماع ولا عاوز ياكل حقك. يعني مروان باللي عمله ده ما كانش عايز ياكل حقنا؟ لا يا حبيبي، لا مروان لا، كريمة تاكل حقنا. ولسه كمان اما زينب تولد ولو جابت واد، يوه اخوك ده ما حيقولش غير حاضر وامين. يبقى لازم نرجع البيت، مش لازم نسيبها. لا لو انا شايفه ان رجوعنا البيت كان صلح حاجه كنت قلت لك نرجع. احنا لازم نبعده وانت تكبر اكتر من مروان كمان، ساعتها كريمه هتجيلك رمح ومروان هيشوفها على حقيقتها ويشوف وشها العفش وهو اللي هيرميها برا البيت. ما قدراش يا ناس. الحق خفيته يا حسن، الحق يا حسن. ما قدراش جبت سجايده نار، عقلي اشد مني. انت قاعد بتعمل ايه؟ ساكت ليه؟ قلبك عليه مروح ليه؟ الواد معاك يا حسن؟ ايوه معاك، مش كده؟ اتخذته عشان تبعده عني؟ عايز نسيب البيت وامشي صح؟ طيب طلقني، اقول لك طلقني وانا اشتغل خدامه تحت رجلي. مش هقول له ان انا امه، والله ما هقول له، هقول له ان انا خدامته، ولما يكبر ابقى اقول له اللي انت عاوزه، ان شاء الله حتى تموتني. سايق عليك اني اريح قلبي يا حسن. بعد عني، بعد عني. تعالي يا حبيبتي، تعالي. اقعدي اقعدي، انا عايزة ولدي، انا عايزة ولدي يا شمس. حبيبة قلبي وحشتيني. بصي بقى، انا قلبت البلد لحد ما لقيتها. بصي عباية هتاكل من جسمك حتة، حكيمتي عليك يعود ما حصلش. تسلم. اقعد يا محروس، عاوز اتكلم معاك. ايوه بقى، خلينا نقعد نكتحك ونتهزر ونتكلم زي زمان وناخد وندي مع بعض كده. بعدين، خلي الهزار ده لبعدين. انا عاوز اتكلم معاك جد. عاوزك تشتغل بدل ما انت قاعد عواطلك ده. انا مستني لما تقولي لي ما انا خلاص اشتغلت. اشتغلت؟ امال ايه؟ اشتغلت متى وعند مين؟ عند العمده، راجل محترم وعرف قيمتي. اول ما شافني قال لي بص يا محروس، انا عايزك تبقى مسؤول على كل الاراضي بتاعتي. لا وخلاني كمان دراعه اليمين. والله امال انت فاكره ايه؟ انت فاكره ان جوزك ده حاجه قليله؟ طب انا عايزك تسيبه، عايزك تبقى حر نفسك. ازاي بقى؟ بص يا محروس، اقعد فكر كده وخد ودي مع نفسك وقول لي انت بتعرف تعمل ايه وتقدر تتاجر في ايه، وتعالى قول لي يا فوزيه انا عايز فلوس قد كده وانا هديهم لك. يا واد يا واد على القلب الجامد، وده من امتى بقى ان شاء الله؟ انت معاكي حاجه؟ ايوه يا اخويا معايا، ومعايا كتير كمان. والله؟ ايوه صحيح والله. وبأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ اذا كان عبد الحكيم كتب كل حاجه لمروان. مالكش صالح انت، كل اللي عليك تيجي تقول لي يا فوزية انا عايز قد كده وانا هديهم لك. صحيح؟ ايوه النبي صحيح. طب الواد عامل ايه؟ ومين قال لك انه مش يمكن تكون بنت؟ يا ريت، هو انا طول يبقى معايا بنت، بنت البتات وست الستات. يا سلام لما يجي لي بنت حلوه كده زي امها. يا سلام يا فوز، شوفي بقى لما مخك كده بينور والحياه بتبقى هاديه الدنيا بتبقى زي الفل ازاي. طب بس فكر الاول وقول لي انت محتاج كام. فكرت خلاص، انا محتاج 2 مليون جنيه.
كم يا روح امك؟ 2 مليون جنيه بالنسبه لمروان ولا حاجه، يطلعهم من جيب السياله بتاعت الجلابيه. انا هشتري جناين من على السكر واتفق مع التجار يجوا ياخدوا مني البضاعه اخر الموسم. اه مكسب مضمون ومية مية. خلاص يا محروس، وانا مش هرد لك كلمه. خلاص ايه؟ هدي لك 2 مليون جنيه. هتديني 2 مليون جنيه؟ تعالي نتكلم بقى ونهزر ونضحك مع بعضينا. يخرب بيتك يخرب بيتك، ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ها؟ جاي تقابل مين؟ مين يا صوفة اللي جواك علي كده وخليتك تبيعني البيعة دي؟ مش وقت الكلام ده حبيبتي، يلا من هنا دلوقتي. لا مش همشي، مش همشي قبل ما اعرف مين اللي خلتك تبيع اللي كانت شايلاك فوق راسها شيل، واللي كانت مسكرة خشمها كده وما بتتكلمش لما كنت بتاخد فلوسي وعرقي. انا يا صوفة؟ انا؟ تعمل فيا كده؟ ترميني الرمية دي؟ وانت عارف ان انا ملياش حد؟ اروح فين انا ولا اكل منين؟ انا هصلح غلطتي وهحكي لك على كل حاجه براحتنا، بس لما اروح مش دلوقتي، انت لازم تمشي من هنا حالا حالا. سيب يدي. الله تعالى. مين دي؟ يدي؟ بقولك مين دي؟ وين اللي جابها هنا؟ الله يخرب بيتك، بوظت الدنيا. ايوه 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 بس انا عرفتك، انت ست كريمه مش كده؟ حمات مروان. بس انا كده فهمت كل حاجه. يبقى انت اللي خطفت الواد، وامك يوم ما طلعت برا البلد كانت رايحه تبيعه، صح؟ بس اخرسي، انا مش عايزه اسمع حسك خالص، فاهمه ولا لا؟ لا ده انا هعلي حسي كمان وكمان، واخلي البلد كلها تسمع كل حاجه. ها وانت يا روح الروح، شوف بقى البلد هتعمل فيك ايه لما تعرف حكايتك. خلاصي اكتمي خالص، اكتمي اكتمي. مش هكتم مش هكتم، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. ها بقول لك ايه، اهدي اهدي كده بشويش. مش ههدي مش ههدي غير لما اخد حقي ودلوقتي. وحقك ده يبقى ايه يا حلوه؟ هو عارف ما خلصنا بقى. ما خلصناش، والا وحياه الواد اللي ما حدش عارف هو حي ولا ميت، هطلع من هنا واقول للناس كلهم على كل حاجه. ماشي؟ وهروح لمروان واقول له، ومش بس مروان، لا مروان ده ايه؟ ده انا هطلع على حسن بذات نفسه، وهقول له انك انت اللي خطفت الواد، وشوف بقى هيعمل فيك ايه لما يعرف. مش انا بقول لك الكلام اخذ وعطى؟ ولا اخذ ولا عطى. ها؟ ايه قولك بقى؟ ايه رايك يا صوفة؟ اللي تشوفيها ست الكل. بصي يا حبيبتي، انا قلت لك الكلام اخده وعطى، دلوقتي انا بقول لك لا في كلام ولا في عطى. في كده في كده هو في كده هو. ورا